بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مسألة النهاردة مسألة بسيطة وجميلة اسمها حسين اند اريز 2. مسألة بكل بساطة بيقول لك انه هيديك اري، بيقول لك لكل اتنين element في الاري لما يكون element اصغر من او يساوي عنصر احسب الجي ناقص الار، وعاوز في الاخر تعرف ايه اكبر قيمه حصلت عليها للجي ناقص الار. واحد يقول لي مش فاهم، هقول لك عادي عادي انك مش فاهم. خلينا ناخد الايه الانبوت ونجرب عليه ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. نفتح بس نوت بوك كده، احنا مش عاوزينها، ما فيش مشكله، وخلينا نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. اول حاجه بيديك السايز بتاع الاري، أربعة وأربعة عناصر أهو. هتبدأ تاخد التلاتة مع كل العناصر. فمشكلة التلاتة مع إيه؟ مع كل العناصر. التلاتة مع الخمسة، والتلاتة مع الأربعة، والتلاتة مع الاتنين. إحنا قلنا لكل، بص، الـ A أوف الـ I لازم تكون أصغر من أو تساوي الـ J. تمام. دي إيه؟ أعتبر دي أوف الـ I ودي إيه؟ أوف الـ J. هل ديت أصغر من ديت؟ لأ، إذا دي مش هحسبها لك. هل التلاتة أصغر من الأربعة؟ أيوه، إذا هسيبها له الفرق ما بين الإيه؟ الجي والآي هيكون كام؟ ركز معايا، الآي والجي ده دول إندكس، عشان تكون واخد بالك دول إيه؟ دول إندكس، ركز معايا أهو، الآي والجي دول إندكس، تمام. فأنا دلوقتي هروح هنا أهو، هقول إن الآي إيكوال زيرو أهو، والجي ايكوال 0، تمام. ده اندكس 0، ده اندكس 1، ده اندكس 2، ده اندكس 3. 3 ده اندكس كام؟ اندكس 0. و4 ده اندكس كام؟ اندكس 2. اذا دي الجي ودي الاي، 2 ناقص 0 ب2، دي طلعت 2. 3 و2، هل الثلاثة اصغر من او تساوي الاثنين؟ لا، اذا دي مش هحسبها. كده خلصنا ايه؟ خلصنا الثلاثة مع الكل. هتجيب الخمسة مع الكل، وتجيب الأربعة مع الكل، وتجيب الاثنين مع الكل، هتلاقي طلع لك ايه؟ لو واحده، يعني مثلا هاخد الخمسه اهي مع الثلاثه، والخمسه مع الاربعه، والخمسه مع الاثنين، هلاقي ان الخمسه، هل الخمسه اصغر من او تساوي الثلاثه؟ لا، اذا دي ما تنفعش. هل الخمسه اصغر من او تساوي الاربعه؟ ما تنفعش. هل الخمسة أصغر من أو تساوي الاتنين؟ لا، ما ينفعش. إذا الخمسة ما فيش أي مشكلة، مش هنعمل ولا واحدة معاها، لأنها أكبر إيه؟ أكبر من الكل. الأربعة هقول له الأربعة هاخدها مع التلاتة، أربعة هاخدها مع الاتنين، أربعة هاخدها مع الخمسة. هل الأربعة أصغر من أو تساوي التلاتة؟ لا. أصغر من أو تساوي الاتنين؟ لا. أصغر من أو تساوي الخمسة؟ أيوه. تمام. الأربعة ده إندكس كام؟ الأربعة دي إندكس 2. والخمسة، الخمسة دي اندكس 1. تمام. إذا الفرق بين الواحد والاتنين، واحد يقول لي إيه؟ أربعة وخمسة، الخمسة بواحد وديت 2، يعني 1 ناقص 2 بسالب 1، مفيش اندكس بالسالب، هنجيب الأبسليوت يبقى 1. تمام، حلو. فاضل الاتنين، الاتنين هاخدها مع الخمسة، هاخدها مع التلاتة، هاخدها مع الأربعة. الاثنين اصغر من او تساوي الخمسه؟ ايوه. تمام. الاثنين اندكس كام؟ اندكس 3، والخمسه اندكس 1. الفرق من الثلاثه للواحد 2، 2 و3. تمام، الاثنين اصغر من او تساوي الثلاثه، الاثنين اندكس 3، والثلاثه اندكس كام؟ اندكس 0. 3 ناقص 0 ب3. تمام، حلو. وركز معايا عشان هنا ايه هيظهر غلطه. تمام، 2 و4، 2 و4 اهو، 2 و4، يعني اندكس 2 واندكس 3، يعني فرق 1. هو عاوز بقى يطلع، بعد ما خلصنا كل حاجه يطلع اكبر واحد من ده كله، هتقول لي هي الثلاثه. هنروح هناك هنلاقي هو مطلع 2. تعال نشوف بقى ايه الستيب اللي احنا عملناها مش صح. جميل. المشكلة اللي عندنا هنا ان احنا، تمام، عملنا ايه؟ خدنا كل
كل ايه؟ كل رقم قارناه بكله، وهو مش عاوز كده. امال هو عاوز ايه؟ بص معايا بكل بساطه، انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي التو، هنشيل دلوقتي اهو، عندي دي الاري بتاعتي الاصليه، حلو، دي الاري الاصليه بتاعتي، جميل. دلوقتي هو قال لك لو انت شايف معايا، عشان تبدا تجيب الجي ناقص الاي لازم الاي في الاي تكون اقل من او تساوي الاي في الجي، تمام؟ عشان تكون الاي في الجي اكبر من او تساوي الاي في الاي، ما انت عندك الاي في الاي اصغر من او تساوي الاي في الجي، يبقى الاي في الجي اكبر من او تساوي الاي في الاي. فعشان نقدر نخلي الشوط ده يتحقق، هروح عامل عندي حاجه زي الاري الثانيه كده، هرتبهم ترتيب تنازلي اللي هي 5 4 3 2. اذا دي الاريه الاصليه بتاعتي، ودي الايه، ودي الاري اللي مترتبه ايه، تنازلي، دي هنقول انها الاي، ودي هنقول انها ايه، الجي، تمام. عشان نبدا نجيب الاي ناقص الجي بنعمل ايه؟ طبعا ده اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3، ده اندكس ده او ده، الاثنين نفس الاندكس، تمام. عشان تبقى نجيب الاي الجي ناقص الاي بنعمل ايه؟ لازم نتأكد ان ده اكبر من ايه، اكبر من البير اللي هاخده من هنا. فانا لما اخد الخمسة ناقص التلاتة، قصدي الخمسة والتلاتة، ما انا هاخد اول بير وابدأ ايه، وابدأ امشي عليه، حلو. هل الخمسة اكبر من او تساوي التلاتة؟ اهو هو اللي قال لي، مش انا اللي بقول. هل الاو في الجي الجي اهو اكبر من او تساوي الاو في الاي؟ تعالى نشوف كده، اهو الجي فعلا اللي هو اندكس 0 جي اوف 0 اكبر من جي اوف، قصدي اي اوف 0. هل الخمسه اكبر من 3؟ ايوه. اذا هنجيب الاي الجي ناقص الاي اللي هي 0 ناقص 0، هيدينا كام؟ هيدينا 0. دي اول كلمه طلعناها، خلاص الخمسه مش عاوزينها، خمسه مش ايه، الخمسه مش عاوزينها، استغنينا عنها، تمام. هناخد الجي وفي الايه، هناخد خلاص دي خلاص مش عاوزينها، هناخد الجي وفي الايه اندكس واحد، تمام. ونبدا على القريب بتاعتنا من الاول برضو، هل الجي وفي الواحد اكبر من الاي وفي الزيرو؟ هنشوف. هل الاربعه اكبر من الثلاثه؟ ايوه، تمام. اربعه ناقص ثلاثه بكام؟ اربعه ناقص ثلاثه بواحد، اهو ماشي، 4 ناقص 3 بواحد، حلو. هنجيب ايه؟ الجي ناقص الار، الجي بكام؟ الاندكس 1 اهو، اندكس 1، واندكس 0 يبقى 1 ناقص 0 بواحد، حلو. خلاص استغنينا عن الخمسه والاربعه، مش عاوزينها تاني، نجيب التلاته. هل التلاته اكبر من او تساوي ده اندكس كام؟ اندكس 2 اهو، تمام اهو. هل الجي في الاثنين اللي هي التلاتة أكبر من أو تساوي الأي في الإيه؟ الزيرو؟ اللي هي التلاتة؟ أه بتساويها. إذا هنجيب الجي ناقص الأي اللي هي 2 ناقص 0 ب2، حلو. نيجي على آخر واحد عندي أهو، طبعًا أنا باخد من ده لأن ده مرتبه ترتيب تنازلي، عشان يبقى أحقق الشرط بتاع ده يكون أكبر من إيه؟ من اللي ده، تمام. الاتنين دي إندكس كام؟ إندكس 3. هل الجي في 3 أكبر من جي في 0؟ تعال نشوف، الاثنين اكبر من ثلاثة؟ لا طبعا. خلاص هنزود ديت واحد عشان نروح اللي بعديها. هل الاثنين اكبر من خمسة او بتساويها؟ لا برضو. اذا هنزود دي اثنين، واحد كمان يبقى اثنين عشان نروح على اللي بعده. جي اوف ثلاثة اكبر من جي اوف اثنين؟ الاثنين اكبر من الاربعة؟ لا طبعا. نزود دي كمان مرة يبقى ثلاثة. هل الجي اوف ثلاثة اكبر من تساوي جي اوف ايه ثلاثة؟ ايوه. يبقى الاثنين بتساوي الاثنين. هنجيب الاندكس هو 3 ناقص 3 ب0، تمام. خلاص خلصنا كده لغايه الاخر، ما فضلش معانا حاجه، عندنا 0 1 2 0. اذا انه اكبر قيمه طلعت لنا 2، فطبع 2، هي ديت فكره المساله. لكن هو مش بياخد كل عنصر 3 مع الكل والخمسه مع الكل، لا مش بيعمل كده، هو ماشي على نفس الفكره اللي انا قلتها ايه دلوقتي، تمام. عاوزين نشوف ازاي هنقدر نحل الموضوع ده
ان شاء الله المساله ديت هتنحل بحاجه اسمها كيو. طبعا كيو ده حاجه موجوده في الداتا ستراكشر، تمام، لازم تكون فاهم. ممكن تخش عند الشانل في الداتا ستراكشر الجوريزمز وتفهمها، ممكن تسيرش على اي فيديو على اليوتيوب يفهمه لك. اهم حاجه تكون فاهم الكيو قبل ما تخش تحل المساله. الكيو حاجه بسيطه وسهله. طبعا زي ما احنا عارفين ان كيو فيرست ان فيرست اوت، يعني ايه؟ يعني اول واحد بيدخل هو اول واحد بيخرج. انا بكلم دلوقتي واحد فاهم الكيو، ما انتش فاهم الكيو وقف الفيديو وروح يفهمه وتعلم معايا تاني. حلو، كل الفكره اللي هعملها اول حاجه خلينا نستقبل ايه، هقول له اند سايت، اقول له سي ان سايت. المشكله ما فيش اي ايه اي مشكله، هعمل اند ار ار اوف السايز واعمل فور لوب انت اي ايكوال 0، اي اقل من السايز واي بلس بلس، واقول له سي ان اري اوف الار. لغايه دلوقتي في مشكله؟ ما اعتقدش ان في ايه، ان في اي مشاكل لغايه دلوقتي. حلو، دلوقتي احنا لغايه دلوقتي عملنا الاري بتاعتنا العاديه دي، صح ولا غلط؟ صح. عاوزين بقى نشوف الاري دي، هستخدم هنا ايه؟ كيو. انت فاهم الكيو؟ فهروح انا كاتب حاجه اسمها ايه هنا اهو، اسمها بريوريتي كيو. طب ايه هي يا عم البريوريتي كيو؟ هي نفس فكره الكيو، هي بالظبط، ما عدا انها لما بتاخد الارقام بتترتبهم من الصغير، لما قصدي من الكبير للصغير بس، ده الفرق الوحيد. حلوه قوي، جميل. دي هخليها اوف ايه؟ هخليها اوف بير، تمام، اوف ان وان. ايه ده بقى، الموضوع بدا يصعب ولا ايه؟ هقول لك ولا صعب ولا حاجه، انت اللي عاوز تصعب الدنيا على نفسك مش عارف ليه، وهسميها بي. طب فهمني، هفهمك دلوقتي انا عملت اول ايه، اول اري اهي. طبعا اول اري فيها العناصر وانا عارف اندكس بتاع كل العناصر، تمام. طب تاني بقى ايه، كيو اللي هي الاري اللي هي الكيو بتاعتي، انا عاوز اعمل ايه؟ كل واحد انا هدخله، كل واحد انا هدخله عاوز يكون ليه الفاليو بتاعته والاندكس بتاعه. وركز معايا، لان احنا ممكن نكون اتخدعنا وغلطنا واحنا بنيجي نقارن. ازاي؟ مش فاهم. هقول لك دي الاندكس الاصليه بتاعت الارقام، صح ولا غلط؟ ايوه صح، دي الاندكس الاصليه بتاعت الارقام، لكن ديت ده الترتيب الجديد بتاعها، تمام. فالمفروض لما اجي اجيب الجي ناقص الاي مش هجيب دول ناقص الاندكس الجديده. بمعنى هقول لك بمعنى ايه، مش احنا المفروض هنا قلنا ان هنبدا بايه، بزيرو وزيرو؟ مش احنا المفروض قلنا ان الاي اوف الجي والجي اوف الزيرو، هناخد الجي اوف الزيرو اللي هي 5، هل الخمسه اكبر من التلاته؟ ايوه، قلنا ايه، هيبقى زيرو ناقص زيرو بزيرو. لا ده مش صح. ليه؟ لان حضرتك المفروض لما تيجي تنقص الاندكس تنقص الاندكس الاصليه، الاماكن الاصليه بتاعتها. انت بدات معاك الثلاثه والخمسه، صح؟ تمام. انت بس عملت ديت عشان تقدر تقارن تشوف ده تخليه اكبر من ده، عشان تحقق الايه؟ الشرط اللي هو طالبه، تمام. انت لقيت فعلا الخمسه اكبر من الثلاثه، هل هتنقص الاندكس بتاع ده ناقص الاندكس بتاع ده اللي هي 0 ناقص 0، ولا هتعتمد على الاندكس الاصليه؟ الخمسه ده في الاري الاصليه اللي هم دخلها لك اندكس كام؟ اندكس واحد، والتلاتة اندكس زيرو، يبقى واحد ناقص زيرو هتدينا واحد. شوف كنا طلعنا زيرو ليه؟ لأن احنا جينا نطرح، طرحنا زيرو ناقص زيرو اللي هو الاندكس بتاع التلاتة اللي هو زيرو، ناقص الاندكس بتاع الخمسة اللي هو زيرو. لا، احنا بنعتمد على الاندكس الأصلية اللي هو مدخلها لي، دي الأريه الأصلية اللي هي مدخلها لي، يبقى الخمسة بتاعها الاندكس بتاعها، الخمسة الاندكس الأصلي بتاعها واحد، والتلاتة الاندكس الأصلي بتاعها زيرو، فعملت واحد ناقص زيرو. فهمت الفكرة؟ وهكذا لغايه الاخر. لما نيجي نشوف الاربعه، خلاص الخمسه خلصنا منها، الاربعه
الاربعه والثلاثه، فعلا الاربعه اكبر من ايه؟ اكبر من الثلاثه. يبقى اذا معانا الاربعه ومعانا الثلاثه، نروح للاري الاصليه نشوف الاربعه اندكس كام؟ الاربعه اندكس 2 والثلاثه اندكس 0، يبقى 2 ناقص 0 ب 2، او 2 ناقص 0 ب 2. شوف كنا طلعناها واحد. حلو، اللي بعديها الثلاثه، هل الثلاثه اكبر من او يساوي الثلاثه؟ اه بيساوي الثلاثه، تمام. اذا احنا معانا 3 و3، نروح في اند في الايه، في الاريه الاصليه التاتا اندكس كام؟ اندكس 0، يبقى 0 ناقص 0 ب 0. شوفكم طالع بكام؟ كنا طالع ب 2، تمام. فهمت الفكره معايا؟ تمام. نروح للاثنين، هل الاثنين اكبر من اكبر من او تساوي 3؟ لا. اكبر من او تساوي 5؟ لا. اكبر من او تساوي 4؟ لا. اكبر من او تساوي 2؟ ايوه. حلو، اذا اثنين، الاثنين ديت اثنين واثنين هما اللي معايا، فهروح في الاري الاصليه اشوف الاثنين اندكس كام؟ اندكس 3. اذا 3 ناقص 3 ب 0، تمام. ايه اكبر واحد؟ الاثنين. اذا هي الاثنين، هو هنا الانبوت طلع 2 وهنا الانبوت طلع 2، تمام. برضو يعني هنا كان 2 وهنا كان 2، 2 تمام، بس ديت الحل الصح، ده مش حل صح. اذا انت خلي بالك وانت بترجع الاندكس بتاع الاي والجي اللي هتطلعهم من بعض، هترجعهم من الاندكس اصليه. فعشان كده هعمل ايه؟ عشان ما اروحش اجيب الاندكس بتاع الايه؟ الاريه الجديده ديت او كيو جديد. انا وانا بخزن هنا عملت بير. يعني ايه بير؟ يعني انا لما اجي اخزن في الكيو، بدل ما اخزن 5 و4 و3 و2، لا، هعمل لكل اليمنت عندي حاجتين، القيمه بتاعتها الفاليو والاندكس اصلي بتاعها. يعني الخمسه لما اجي ادخلها هدخل 5 اللي هي القيمه بتاعتها، وهي اندكس كام؟ اندكس 1. فهمت الفكره؟ تمام. نروح اللي بعدين اللي هي الاربعه، الفاليو كام؟ الفاليو 4. طب هي اندكس كام؟ هي اندكس 2، تمام. ليه بعمل كده؟ عشان مثلا لما اجيب مثلا في الخمسه، لقيت الخمسه اكبر من 3 مثلا، فعلا الخمسه اكبر من 3، كده معايا الخمسه ومعايا الثلاثه، فهجيب الاندكس بتاع الخمسه اللي هو الواحد، هو متخزن عندي اهو، يبقى واحد هنا اهو، والاندكس بتاع الثلاثه اللي احنا اصلا موجود في الاريه الاصليه 0، هحطه، يبقى كده طرحتهم من بعض، يبقى كده انا ايه؟ انا ماشي وشغال صح. حلو، فعشان كده عملت بير. بير يعني زوج، كل اليمنت مكون من زوج عندي جوه الكيو. الكيو تعتبر ايه؟ تعتبر عندي كيو اهي مكون من اماكن، مكان لده ومكان لده ومكان لده. طبعا هو عدد اماكن لا نهائي، بس احنا بنتكلم دلوقتي على موجود عندنا. في كل مكان من ده عملت بير اللي هو زوج في الفاليو والاندكس بتاعها، فعملت اهو بريورتي كيو وفي البير. انت عارف لو عملتها بريورتي كيو وفي الانت من غير بير، يعني شد ديت وخليت هنا انت بس، اذا هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كيو بتاخد انتجر بس فاليو، لكن انا عاوز فاليو اندكس، عملت بيه. وصلت؟ وحلوه قوي. فحاجه هنا اقول له ايه؟ حاجه هنا اقول له بص يا باشا معايا، بعد ما تدخل اريو في الاي هقول له بريورتي كيو اللي هي البي دوت، هقول له بوش وادي له قيمتين. الفاليو بتاعتي متخزنه فين؟ في الاري وفي الاي، والاندكس الاندكس بتاعها اللي هو الاه، ما هو ده الاندكس بتاعها كده. بص معايا بقى، لما دخل لي الثلاثه اتخزنت في الاري بتاعتها عادي جدا اهي، دي الاري اتخزنت عادي جدا فيها، ورحت في البريدي كيو جبت القيمه بتاعتها اللي هي اتخزنت اللي هي الايه اللي هي في الاي، حطيتها ومعاها الاندكس بتاعها اللي هي الاه. كده معايا دي متخزنه في الاري وفي البريدي كيو متخزنين فاليو والاندكس بتاعها، تمام. كده انا ايه؟ خلصت الموضوع، تمام. هبدا اعمل فور لوب اهي، وركز بقى معايا، هاخد دي هي اياها اهي احطها هنا. حل بقى ايه؟ حل هواي، وركز بقى معايا عشان تفهم انا هعمل ايه. هقول له هواي الايه؟ هواي البريورتي كيو دوت سايز، السايز بتاعها لازم يكون طبعا اكبر من الصفر، يعني طول ما فيها داتا عاوز اتاكد ان دايما دي تكون فيها داتا، فالسايز بتاعها يكون اكبر من الصفر. اند ان، حلو. اند اند ايه؟ اند اند عندنا حاجه اسمها في الكيو اسمها توب،
التوب ده بيشاور على اول عنصر عندي في الايه؟ في الكيو بتاعتي. اذا انا دلوقتي عاوز امشي ايه؟ امشي على الخمسه، فدايما هعمل ايه؟ هعمل على التوب. تمام، التوب ده، ده التوب، التوب اللي هو اول عنصر في الاري، فهقول له البي دوت التوب. حلو، تمام، انا جبت التوب. طبعا انت عارف، انت مركز معايا، انت عارف ان هنا في بير، في فاليو وفي الاندكس، صح؟ تمام، انا عاوز اجيب ايه؟ عاوز اجيب من اول عنصر اللي هو التوب، اللي هو اول عنصر عندي، عاوز اجيب الفاليو. هعمل ايه؟ هقول له دوت، عندنا عشان عندنا دلوقتي في قيمتين، فاليو واندكس. ده بيسميه اول واحد اللي هو الفاليو اسمه فيرست، والثاني سكند. هقول له دوت فيرست. تمام، لازم يكون ايه؟ لازم يكون اكبر من او تساوي او الاري وفي الاي. اه الاري في الاي اللي هو ايه؟ الثلاثه، لان الاي بدأ بزيرو زي ما انت عارف. اه يبقى كده، كده ايه؟ قارنت الخمسه بالثلاثه. لو فعلا الخمسه اكبر من الثلاثه هعمل ايه؟ انا هعمل هنا متغير في هنا في انت هسميه ايه؟ ام، اللي هو الماكس يعني، اللي هو الريزلت، او خليها الريزلت. تمام؟ ايكوال كام؟ ايكوال عاوزها تكون قيمه صغيره جدا، خليها سالب واحد. تمام؟ سالب ايه؟ سالب واحد. اما اجي هنا بقى انا ايه؟ أنا المفروض دلوقتي هجيب الفرق، لان لقيت الخمسه اكبر من الثلاثه، هجيب الفرق بين الاندكس بتاع الخمسه، الاندكس اللي اتخزن هنا في البريورتي كيو، والاندكس بتاع الايه؟ بتاع الاري. تمام، هجيبه ازاي؟ هقول له عشان اجيب ديت، هقول له بي دوت توب اللي هو اول عنصر بتاعنا اللي هي الخمسه دوت المره دي ايه؟ سكند. تمام، جبت السكند، عملت ايه؟ قلت له انا عاوز بقى الاندكس بتاعه، لان لقيت فعلا الخمسه اكبر من الثلاثه. تمام، فهجيب الاندكس بتاع الخمسه اللي هو هنا في البير ده، فقلت له بي دوت توب اللي هو اول واحد دوت سكند. عندنا فيرست اللي هي الفاليو، سكند اللي هي الاندكس، فجبت السكند ده. حلو قوي، جميل، الموضوع ما فيش اي مشكله. حلو، هقول له ايه؟ ناقص ايه بقى؟ ناقص الاي، ما هي الاي ديت اللي بتشاور على الاندكس بتاعت الايه؟ الاري. هاخد ده كله واقول له الريزلت بتاعتي ايكوال الماكس بين ايه؟ بين الريزلت والقيمه بتاعتي دي. ليه عملت كده؟ لان حضرتك عندك دلوقتي انت هتطلع ايه؟ هتطلع كذا قيمه. هتطلع ايه؟ ركز معايا، هتطلع كذا قيمه. مش انت طلعت هنا مثلا ايه؟ واحد ثم اثنين ثم زيرو ثم زيرو. ايوه، فدلوقتي عندي الماك، عندي الايه؟ الريزلت بكام؟ بسالب واحد. اول واحده طلعتها واحد، فيقارن ايه الماكس بين الريزلت والواحد؟ الواحد ولا سالب واحد؟ هياخد الواحد. اذا دي اصبح فيها واحد. نيجي على اللي بعديها، معانا الريزلت بواحد اللي هي اخر حاجه طلعناها. المره دي طلع لنا ريزلت جديده اثنين، فهاخد الماكس بين ديت وديت. هل الاثنين ولا الواحد اكبر؟ الاثنين، هحط الاثنين مكان الواحد. نيجي في الصفر، دي طلع لنا صفر. هل الصفر اكبر ولا الاثنين اكبر؟ هيجيب الماكس ما بينهم، هيلاقي الاثنين فهسيبها زي ما هي. طب الصفر برضه هيقارن بين الصفر والاثنين، الماكس ما بينهم الاثنين فهسيبها زي ما هي. تمام، حلو، فاضل ايه بقى؟ انا خلاص الخمسه خلصتها. تمام، هعمل ايه؟ مش عاوزها، همسحها. فعشان امسحها هقول له ايه؟ هقول له هنا البي دوت بوب. بوب بتمسح على اس ايه؟ قلنا الكيو فيرست ان فيرست اوت، بتاع اول واحد بيدخل هو اول واحد بيخرج. فهنا كانت خمسه، الخمسه دي فعلا اول واحده دخلت. لما جينا ندخل الخمسه اول واحده دخلت لان ترتيبها الاول، فما اعمل بوب هيمسح. فلما يلف لفه تاني هيلف ايه؟ هيلف اللفه تاني ويجيب التوب. التوب ده بقى مين؟ بقى الاربعه. فعلا كده احنا شغالين الاكبر في الاكبر زي ما احنا قلنا في السيناريو. وفي الاخر سي اوت. تمام، سي اوت ايه؟ سي اوت الريزلت. حلو الكلام، حلو قوي الكلام. دي المساله يا جماعه. دلوقتي هنا طبعا في هنا هنا في الكوس انت فتحته بس ما قفلتوش. وما تنساش انت تحط سبيس كده عشان ما يطلعش مشكله، لان يعني في كومبايلرز لو انت حطيتش المسافه ديت بتطلع اهو، بص طلعت مشكله.
بحط مسافه. لو طلع لك يعني ما طلعش خلاص، تمام السبميت كده ونشوف اهو سبميت. تايم ليميت، في عندنا تايم ليميت ممكن بسبب ان احنا مثلا يعني عملنا انت، تمام ما فيش اي مشكلة، وعملنا فور لوب والهوايل بتاعتنا سي اوت ريزلت، ما اعتقدش ان في اي مشاكل. وعملنا اهو بي دوت توب دوت سكند ناقص الاي والماكس بتاعتنا ما فيش مشكلة، وهنا بوش اهي، ودي الباريتي كيو ان تو ان ما فيش اي مشكلة. خلينا كده مثلا نحط الفاست ديت، بتسرع الكود جدا او بتسرعه شوية ما فيش مشكلة، اسف. تعال كده نشوف، ممكن تسرع لنا الكود شوية. تمام اهو شوف فرقت معاك اهو الفاست وكله تمام، ما فيش اي ايه، ما فيش اي مشكلة. اتمنى يا جماعة يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجة مش واضحة بشوفوها تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ده تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.